والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلى كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. صدق الله العظيم. خدای تعالی دو قرآن سورة الجن دا دست پیکا ویدا. سورة الجن، سورة الجن مكية المكيه نازل بويا، وهي 28 آية 28 آية. خدای تعالی دو سورة هادا جبوگو جن بحث جناتی دهاتیه کرن سری سورة تا وی سورة ها ناوی خوش ویستان دیا. خدا دبی قل ببیجی یا محمد وحی ایلیا بیجی وحی هاتیه شاندن بالمقا أنه استمع نفر من الجن. محقق حساندنا نفر جماعتك ججنا نفر جسيا هتا دهايا، يعني جماعتك جنا لمن حساندية. فقالوا بان جنا قوتيا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وتي محقق ما بهستيا قرآنك قو بديعة قو خشكا وصفحية وبيانا با كتاب بلدك يهدي إلى الرشدي وهدايته انسان كي بالحقيه بالراستيه. فامننا به ومجي باوري بي في القران هاني ما ايمان بي اني، ولن نشرك بربنا احدا وامشريك رب ربي خرا كسكيناك نشريك، يعني تشاو بي ما شريك خدير تشيت كرن بيشي ما ايمان بالقران اني ما قران ناسكر ام هو شريكاش خدار تشيت كن. وانه تعالى جد ربنا، محقق خدای تعالی بلندا جد ربنا عظمتا مزناطيا ربي ما متخذ صاحبه ولا ولدا، ربي ما شخرا بيدك وزارو نغرتنا، يعني بيدك وزارو كي بتننا. وانه كان چما چونكو شيطان جوارا دغو بيدك خدا هيا وزارو كي خدا هنا بري ولو باوريا وانغو تشتي قول قران حساندن وفايا قران معجزه ومثلا ان معجزه مزنا قو ربي ما نبي لكش خدا قرتيا ونزارو قرتنا. وانه كان يقول سفيهنا على الله شتتا، وانه شان كان هبو يقول سفيهنا دقوت بعقل ما احمق ما قو الشيطان بو على الله شتتا لسر خداي تعالى قوتني نجيدا قوتني مثلا خرابا قوتني برداي قوتن. وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، ومجي ما ظنت كذ قو أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، قو نابجن إنسان وجن سل خدي تعالى بالضروة تشتا نابجن ما ولو تغمين كل ما ولو زند كل أما بيش تقول من القرآن حسان قو بايا نولو يا إنسان وجنا أي قو ضروة تكن افتراض حقي خدادت كن تشتا نراس بيجن باهيا. إمام زمشري خدي تعالى جرازي بي تشتي كلمة كرجاب كن غدا برنجسي جي أف پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام چوا مفعوشه ببال انسان آوائه مفعوشه ببال جن آوائه تو قرآن کریم دا که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام و جن هاتنه قرآنش پیغمبر علیه الصلاة والسلام سع کرنه و چنه تبلیغا ملتی خود کرنه دمه پیغمبر مفعوشه ببال جن آوائه دو اوان جن کم دبیجن وی فالغا آنکا، یعنی تمام ام دبیجن قرآن دبیجن مپی ایمان آنیه اما کیفیت آن، شکل آن، فعالیت آن، چوان، چسان، جسم آن، رنگ آن، هر چیز آن، جوان پرتی بحث کردنی فقط معلس متشکی من بخو حتی رو من تشتکی نه جوان دیدیه نه جوان سعکیه و نه حقیقت آن میکنه و از دن الباور کجبه
شيء كلام كلمه ازون خوزي هر با كوري مال كامل اوزانه اوشتا بيجا جنجيان ده مش طبعا ام نزان حقيقه يا ام نزان قران ابي ام نزان لو قران قران الخوين بفرا ايشنا ام نزان ده بك فراتك ملك شل او بعد قال عبيد قردش جنا قلت دبدا خذنا يدان شف لي نظام كشي كشي تشتي وا بيش كتب ام جي ام جي قران الخوين قران ربي ام جي فهمنا كان هذا قران نابي جن او قوم حق خطا من بعد سنه كما كشي الجماعه هي كلام كان بيجي قلت لنا بنتم نو 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 يا الله قوم قلت لنا نظام سيدا علمي مد مكويتي تزان ابونا كما انما جدي بالي 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 صاد القران قلت لها ام جي باوي ايمان بيدين وهي وخلاص بينا بينا فريق كريم كذا بس بالي بالي تمام تمام يعني وحية وحية يعني بي واوجي هاتي خندل وأصله وحية أصله وحيجي وحية يقال لتيبوتن أوحى الله إليه ووحى إليه قد تعالى وحي شيان دبالبة ووحي إليه وحي جرهات إذا تبيت فردا أصله بيشتي قولو بي فقولي بتلواو همزة قلبا واوي تيكرن بهمزين يعني جواو مضمون به قلبا هناك بهمزه تكرر يعني وحابي بي او حاب قال بلي وحابي بي او قال وزينا شو اوعدا وزينا قلبا واوي هتكرر بهمزه دبردجي قلبا واوي هتكرر وعدا وزينا وذي بلي واو مضمون ايش واو مضمون قلبا بهمزه تكنش بالتخفيف بلي واذا الرسل اقتت وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة أقتت أصلي وقتت أقتت بلي ومثلا زي بجن واو برد جي هاتية قلب كرن بهمزه وهو من القلب المطلق جوازه أبجوي قلب كرنا قوتي واو تي قلب كرن بهمزه ومطلق درستا في كل واو مضمومة كيجي تشقى واو مضموم به تيتا درستا وقلبا كرن بهمزه وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا بشاوة ديا مفتوحة دا مثلا ديا ما أني الندى أني مفتوحة دا الندى جي مازني مطلق قوتيا ويجي قوتيا تي دي سورة جي تي قد كرن مثلا ويوكو جي كإشاء همزة مكسورة دا جي قلبها بأجتة قلبها بأجتة حتى مثلا قلبها وابي بيا مفتوحة تي كرن بيا مكسورة جي تي كرن مازني قولو قوتيا قوتيا مطلق بيا دي جي كرن كإشاحين وإسادتين وإيعاي أخيه وكفا مثالها قم سباب مثلا دورد يعني كسري إشاء وكيا كسري جي وإيوشاء وإيشاء واو هاتي مثلا كس وش إيوشاء إيشاء 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 بلي إيشاء إيشاء شيء وش أنا تزيننا خوش كوننا إيشاء نبلا بلا بنا إيشاء الشح ظاهر كر والله وش تخمينا معنا خوش كبونه والله الشح الشح ملو ملا ظاهر بون جاد بقيتي دبي قيدر مكا قيدر مك انت شتكي مالو خوكا الخوكرين رسيم بصمة تدي بري حشو هبون خبرة سيدة جل بجا قبلي سوس للمك مهم معنى اشتيا ماني دبان دجي بادي مكسورة دجي مثلا قلبا ووي هاتي كرن بخمزة مكسورة جي وقرأ ابن أبي عبلتا وحيا على الأصلي ابن أبي عبلتا جي لسر أصلي خندية قوتي وحيا يعني بيقل كرن أنه استمع بالفتح يعني أن الفتح هاتي خندن لأنه فاعل وحيا شنك أنه استمع فاعل وحيا ومثلا بفتح هاتي خندن يعني نابع فاعل بلي نبي فعلنا كيف لابن مفعول بنبي فعلي بلي وإنا سمعنا بالكسر النجد برد باب شهاتيا كسرهاتيا شما بكسرهاتيا لأنه مبتدا شنو بقى النجد برد شيا مبتدا يا محكي بعد القول وحكايته وبشتي قولهاتيا يعني بشتي قالا مثلا وتي برد فقالوا إنا سمعنا أنه سمع فقالوا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا فقالوا إنش بفشي قالوا هاتيا مسجبويك مبتدا ومحكي بقوليا وثم تحمل عليهما البواقية فإذا يتي حمل كرين لسربا حدوكا مثل أب مثالي ويدي ترجي إذا فما كان من الوحي فتحا إيقو وحي بفتحينا
وما كان من قول الجن كسيرا ايغو قوتنا جنابي مكسورة لمك اي مفتوح وحيا وايغو مكسور بي قوتنا جنايا وكلهن من قولهم وتمام باناجيج قوتنا جنانا إلا اثنتين الأخريين إلا بهردو كيب خاشي أو هردو تاني نجئ جنانا وكوديت التف قوتني جنانا وأن المساجد مثل سورة الجن وأن المساجد وأنه لما قام أفاد بهردو كادا أبناك نجقوت مثل دفاي فتحي هاتيجي ولكن نقوتنا نوحيا بل كي قوتنا جنايا ومن فتح كلهن ايغو بيجا تبا مفتوح بخينن فعطفا على محل الجار والمجرور في آمن فآمنا به انكي عطفا سر محل جار ومجرور دا آمن ندا ومسر محل واجي قوتشي ونصبيا كأنه قيل مش عدا هبه سيدا تبكي ومن فتح كلهن ايغو تبا انا دقينن هي بعطن على جار المجرى في آمنا في عطف جار المجرى به جار المجرى بعطف ضمير مجرى متصل بي عاد جار النجاي شينا بلي نجا يعني كان نفسها من اما الباوي هناك قد بيتشان جاري دي جي درباس بول باوي شيتكي يعني الباطو زمغشري سورم تنة لا الباوي هناك تغمينا من ده تشان جاري دي جي درباس بول كأنه قيل صدقناه وصدقنا قالوا كي قولي قلتن بما تصديق قرآنك وصدقنا وما تصديقك يقول وأنه تعالى جد ربنا وأنه تعالى خدايا تعالى بلندا جبتن الشيطان وشديك عش خديرة شديكن جد ربنا ده آية كريمة ده أوحي إلي قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به فآمنا به نوارد آمنا تفسير آمنا كنوارد بلي فآمنا به بلي يعني كان صدقناه بلي يعني صدقنا بآمنا به صدقنا بلي صدقنا وصدقناه يعني بضمير وبضمير شو ما بصدقك؟ مثلا هو قو بيجي فآمنا معناه هناك يعني تبرد قو بقى بس ضمير تاني يعني قو عطفة سر دليل ما قو عطفة سر محل جار ومجرور إذا آمنا ده لا فآمنا بدا سيدا بهيلو يا بهي مني به أجار ومجرور صدقنا وصدقنا يعني كنت فتا أب به كان بين جبوت تعدية في تعدية دب بمبين صدقناه وكجب به صدقنا صدقنا من سر به يعني من وأنه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وبعد بهدو كاتجي مثلا بشانية بفتحي آنية وعطفة سريفة كده وكذلك البواقي وأب أنيدي تجي قوتين أو جيب فتحي تفخندنا عطفة سر محل جار مجرد آمنا به ذكرنا نفر من الجن يعني جماعة منهم جماعتك جنا يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة نفر جسسية حتى دهايا وقيل كانوا من الشيطان سورة أودا سورة جنة إصابة جنة صحيفة كي تكرني كي جانا أودا أبغى مثلا ويزر قصر الأمي إذا تخمين أمك الجن يعني قلق فاتنا فرغت يعني وقعت الجنة جارك تنينين قلق جارك شيء يعني مثلا أبي جارك هالو شيء ويا هجا يك يا بشخة ديش يعني هلي. يعني أبي قروبك أبو خاطية بيش بنيا أما مثلا بشخة دي آياتنا دي دي الجينة دي ترقو هاتم أبو بشخة وقيل كانوا من شيسبان قلت قيلك قلت يا اب جني هناك الشيسبان وهم اكثر الجن عددا ان عدد الجن قو عدد جمارة وزحفة اذن وعامة جنود ابليس منهم
وزحف عسكري شيطان جي جوال في الصبان جيكي كبالي با جيكي كبالي با هيا سيدا لا جيكي بالي بين زنف بين زنف وعامة جنود إبليس منهم وهم أكثر الجن عددا وعامة جنود إبليس منهم وبري عسكري الشيطان جي إجباء الجن الشيطان فقالوا باجنا قوت إنا سمعنا محقق ما بهيس بساكد أي قالوا لقومه جملتي خرى قوت إنش قومي خرى حين رجعوا إليه مفتبة قرانا بعض من التي خفى كقوله فلما قضي ولوا إلى قومه منذرين دبي وقت يقو قرآن سر وهاتا تمام كرن هاتا خندن ولوا إلى قومهم عجلة كرن شون بال قوم خبا منذرين حالو كونها قواج شو قوم خوا ترساندن دعوة واكرنا بال إيمان با قالوا قوت يا قومنا ويا ملتي ما إنا سمعنا كتابا ما كتابك ساكر يا ما بهست يا مس قرآن ملي أنزل من بعد موسى ويد سياح خبنا يا في آية الرد اللي يعني كتابا من بعد موسى بلي عجبا يعني بديعا مباينا يعني كتابة كوله بديع خشك مباينا قو بيان دكي ظاهر دكي لسائر مباينا لسائر الكتب كتاب الدنا مغايرة دكشك يعني بلي كتاب الدنا دتشدا في حسن نظمه وصحة معانيه دخشكايا نظم ويدا ودراست بونا معنى ويدا وقائمة فيه دلائل الإعجاز وتيدا هيا دليل إعجاز قبا معجزة وعجب مصدر عجب مصدر يوضع موضع العجيب دجي عجيب تدان ولكن عجبت شيء مصدر وفيه مبالغة ودبي عجيب دا شهيا عجبا يعني عجيبا يعني مصدر بمعنى شيء بمعنى فعيله فعيله يعني عجيب يعني جيت تعجب كرني يعني بلي وفيه مبالغه وتيدا مبالغه هي يعني بربون زيد ابون زحف انت عجيبه عجيبه بيا نفس عجيبه يعني تشيا وهو ما خرج من عن حد اشكاله ونظائره يعني مبالغه هو وهو ما خرج وما يقدرت كبير عن حد أشكاله حدوده بشكل ويناكي ونظائره ابن زلي ويناكي يعني جويت الباس بي درت كبير زيدت بي ويهدي إلى الرشد يدعو إلى الصواب ومثل أف قرآنها إنسان هدايتك بار راستيبا وقيل إلى التوحيد والإيمان ناولا يكيد بي بال وحدانيتا فدي وإيمانا به والضمير في به للقرآن يعني آمنا به أو ضمير به راجع بالقرآن به يعني ما إيمان بقرآن آني إذ ولما كان الإيمان به إيمانا بالله وبوحدانيته إذ بزمانه قو إيمانا بقرآن باوريا بقرآن باوريا بخدا ويكبونا خدايا وبراءة من الشرك وبيريبونا الشركية قالوا قوت ولن نشرك بربنا أحدا أم الشريكة جرب أخرى تكسي ناخنا شريك أني ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك أم نازي فرن بادوي حالي قبري أم لسري الشركي قبري ما شريكش خذير رشيد كرن يعني من الإشراك به وما شريكش خذير رشيد في طاعة الشيطان وما بيا شيطان ذكر أم نابا قرنا بادوي وزنتي وجاك دي أم شريكاش خذير رشيد كرن ويجوز درست أن يكون الضمير لله عز وجل يعني آمنا به يا ما إيمان بخدا عز وجل يعني شما لأن قوله بربنا يفسره شو قال بربنا تفسيره ويدك قبا ضميره ويراجع بال شبه بال خدا ويك جد ربنا يعني عظمته قمزنا رب ما عظمته ويناك تعالى تعالى عالية جد ربنا عظمته وعالية بلندا بلند من قولك جد فلان في عيني دبي فلان كس جابي مدى مظن اي عظمه وفي حديث عمر رضي الله عنه حديث حضرت عمر دجهاتيه قفا جد ما نام مظناتيه بكان الرجل منا اذا قرا البقره وآل عمران جد فينا دبي وقت زلام جما يعني سوره بقره وآل عمران دخان جد فينا نبا مدى مظن دبي يعني جد ما ناتشيا منام مظناتيه وروي في اعيننا
وفيشكي جهاتي روايات كرين يعني تشعبي مدى مزن يعني جدة فينا جدة في عيوننا وتيد رواياتي ياشي أو ملكه وسلطانه أو غناه يعني مزنا ملكيته خدي مالكتيه خدي وسلطانتيه خدي أو غناه أو خدي تعالى زنجين نمحتاجة كسيا أو شو الكلام في عصا مضافة ملي يعني جد ربنا يعني جد ملك ربنا جد سلطان ربنا كلام سعى مضافة يعني جد ربنا جد ملك سلطان غنا إجا الضمير بيضا نشكر رجل بارا بيغا كتير تمساوية يعني مضاف مضاف إذا ما قدر تكلم ملي يا أب استعارة من الجد نجي وعد جد استعارة أب ملك سلطان غنا استعاراتنا جدينا وجد شيء هو الدولة والبخت يعني دولة إنسانة وبخت إنسانة وقت هو مثلا بفلان كس بختي وي نصيبي وينا زخفة يعني دولة وحياة دولة يعني منا حكمي وينا مظناطية وينا إنسان بيا ويتكلم يعني ذكرى مشابه بهي جد يعني دولة بختة وهيجي مشابه كملكية وسلطان وغناء هنا ملك كما لأن الملوك والأغنياء هم المجدودون شنكو ملوك وزنجين إيجو مثلا مظنن يعني مظنن إنساني ملوك إنساني زنجين إبتين تعظيم كرنين ملك إنتين مظن كرر يعني مقصود جي مظناطية ملكية وسلطانية طبعا مظناطية وانا مظناطية وانا بل ما جوارتي قلت والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته معنى آياته يعني وصفه بالتعالي وصفه خذ تعالى وقوته تعالى مسألة شيء عن الصاحبة خذي بلندا خذي بيريا منزهة جبيرك وجزار وشما لعظمته جبوه خذي مزنا جبوه خذي مزنا احتياجي أوي ببال صاحبة بيريك ولد بتنيا ياجي أولي سلطانه يا جوج مظناتيا خدي سلطانتيا خدي حكمي خدي وملكوته مظنتيا خدي ملكيتا خدي أو لغناه أو جوج زنجنتيا خدي احتياجي أو خدي تعالى منزهة بيريا بلندا جتش جبيرك وجولد يعني بيرك ولد إنسان را مثلا جبو احتياجي را احتياجي احتياجي ونينة بشي كنينة أبانا أن ولد ن بيدك جراتني. فلنا بلي. وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بيان لذلك. يعني سلطة أب آية ما اتخذ خد تعالى نجرت يا صاحبة ن بيدك ونزاره بيان لذلك بيان أبو خداه تعالى شيا يعني مظنة. أنا تعالي أوي صاحبة ولد. بلي منزهة جس بيدك وجزاره. وقرئ جدا ربنا عن على التمييز يعني مسب تمييز يجي هاتي خندن وجد ربنا بالكسر بكسر جيب كسر جيمي يجي هاتي خندن اي صدق ربوبيته جو ربيتيا وراستا وحق الالهيته جو حق جو اله معبودي بالحق عن اتخاذ الصاحبه والولد جو ربي بجهري بيدكش خره بجري وزار ربي يعني خدي تعالى ربا بلندا بيريا منزه احتياجي بالبا بنينا وذلك انهم لما سمعوا القران دبي ابو لايها وقت قبان جنا قران بهيس ووفقوا للتوحيد والايمان وتوفيق وهذا كرين وخدي تعالى التوحيد وايمان خصت بحراوان تنبهوا على الخطا شيار بن لسروي خطا اخوا وغلطي اخوا فيما اعتقده كفرة الجن أو أقو باورت كرن جني كافر من تشبيه الله بخلقه والتشبيه خدي بمخلوقات كرن واتخاذه صاحبة وولدا بحاشا كبيريكا خدي وزاروي خدي هنا أبشت في أب خطاء أخا في جبشت توحيد الإيماني مسوى يعني بشي كل قرآن قداري كرن جي قرآن فام كرن جنة عندي دفج في كفر أخو يعني شيخ وبردان أوان جيوكي مسلمانا إيماني أمني وفاستعظموه خذ تعالى إذا ما ذكر ونزهوه عنه وتنزيها خذ باقجيا خذ كرن جتش جم صاحبته ولديه سيدان ملاعب كريم
ام جدو كو بكسينا تشبيه خدا بخلقه بلي يعني بود مثلا جني كافر تشبيه خدي مخلوقات كرن ونسبتها صاحبة ولاد الدانة بالخديفة إذا بان جدي مثلا إيمان آنين قلنا أهل التوحيد فاستعزموه ربي عالمي مظن كرن ونزهوه قد تعالى باقش كن تنزيها يمكن عنه جيفي تشتهنا سيدان أم أم جد ربنا بكسره أو عندي أو جد نمعنى عظمته جد بمعنى جدية بنا رب لمي وربك بلي ها بصدق ربوبيته وحق إلهيته يعني مالي يعني شو يعني بو ربيتيا خدي راستا وحقونا إلهيته خدي يعني أوجع يعني جد بمعنى جديته يعني جد دقيقة زلم دقيقة يعني جد بمعنى يعني قارش بلي. قارشمي تملي ويتشكتنا يعني ربيتيا وصافية صادقة يعني جو خالصة أبوي معني ها إجا خالصة إجا تشي ها كتب لي وينينة قارش ميشي نوا وينبي ها شي عن اتقاد صعيبة والبلد ها أجبيا أجبيا بيريا جبيا مثلا بلي يعني دي مثلا بلي ما قوم منع عظمتها منع مصناتيا ويجب كسري ومعنى هناك صدق ربوبيته وحق إلهيته ها لقيت يا ظلام كمسا تبيجي جد العالمي أفلان عالمي هاني جدية يعني تيدا جوشكتنا يا تبيجي تبي علمه مسا يعني ياجي علمي ويجدية يعني جهالة دنالا علمي ويدا جاهلتنا تب راستية إجاكم مسا تبيجي بيجي ربي ما جد ربنا ربي تياوي جدية يعني چه؟ يعني خالصة خالصة يعني تبديوي نبي اتغال صاحبة ولدها ها بلا سفيهنا يعني المشاب تنبيذ ناسكني ها وجوه كي جان تنبيذ؟ جدن جدن ربنا ها جدن ربنا جدن جي وأنه تعالى جدان ربنا اي تعالى ربنا جدا يعني اجا جابي جاي توي بيجا تعالى ربنا جدا يعني من جهتي جدلي يعني او كنت بي اي صدق ربوبيته يعني كنت صدق ربوبيته دي تسيرا جدا ربنا يعني او اجا جد ربنا حق الوهيته دي مكتب يا هدي أنك أنت تسيره يك يك أنت تسيره. نعم نعم. جدو جدو ربنا بالكسري أي سب قروبيتي أو معنى بالكسري يا إجا جدا ربنا اللي سب تميزه أي يا. تكى تقدر إيش معنى الأخذ شو دروسك؟ إيه؟ إيش معنى الأخذ؟ أزولان معنى كسري. تعالى جدا ربنا. تمام أو إجا أي سب قروبيتي نمعنى أو تميزني نعم. ليه جدني لا والله جدني اه جدني تليقه معناك اللي يخي كلامك ام لبيتنا سدا صادمك يا اشتر وانه تعالى عاليه جدا من جد بقى تش عاليه ربنا يعني معناه ايش يعني ربنا فعال تعالى جدا تميزه و دبرت تمييز ل يسبي المميز مقدم ليه شوفوا مقدم ليه يعني معنى بيتيك وانه تعالى جد ربنا جدا ربنا يعني تعالى عاليه جدا جهد صدقيت ربنا رب ربنا يعني صادق خلاص سيدا مني يا ظلام تمام او معنى سيدا دقيقه جابر سيدا كلمني سيدا او تدير تميزه محاولش بيش فعالي بهاي مثلا واشتعل الرأس الشيبة يعني واشتعل الشيب الرأسي عرفت بدا تميز شو محاولش بيش فعالي بهاي تعالى جد تعالى ربنا جدنا تمام سيدا ديسا تميزه محاولش بيش فعالي بهاي سيدا ما نويسي نمسيد قروبيتي يا تعالى ربنا تسيد كبب بلا أي تعالى ربنا جد ثم قدم
قدم المميز نجمتك قدم المميز نحو قولك حسن وجها زيد تمام حسن وجه زيد سيدا اشتد ما ناخذ فعل يعني تمييز حسن وجها زيد يعني حسن زيد وجها تفضل جي تعالى جدا ربنا يعني تعالى ربنا جدا اوايا تمام سيدا شو عيني معنى او بمعنى عظمته او ديسا سيدا جدا جدا جد بمعنى عظمته انه معنى الصدقاء او بالكسري بمعنى صدقيا تمام كريم كريم سفيههم ابليس لعنه الله او غيرهم من مرادة الجن سفيههم كما يعني الشيطان لعنة تاخذ يسربي يا غيري وياك جوا الجن دي مثلا انسان اجري ياخذ يدر فن جوارتي والشتت مجاوزة الحد في الظلم وغيره شتت معنى درباسونا حدودا بالظلمية دا ودغير ويدا تخرابونا انسانا دا ضلالتي دا ونبشي دا ومنه اجبه مششتاتيا الشتة في السوم اذا ابعد فيه يعني ببازيوي دنابا چيري دا سري جي استان حدود درباس كر وقت جي دور دبي وقت قو مثلا زي بجن تدي بوز مرب چيري لبرده چيري ودي جار كسري جي كي دستين ودي چي أي يقول قولا هو في نفسه شطط ياد بيجي قوتنك أو نفسه ويدا أو شطط وحدود درباسك كما لفرد ما أشط فيه جبوب التخصيراتي ويجتي قوتي ده هاي قو ظلمة حفظية نباشية هاجو يجبو هناك مثل حدود درباسك وهو نسبة صاحبة والولد إلى الله أو تشي شطط وحدود درباسك لنا ونسبة بيلك وزارة دنبال خدابة يعني قوتنك سيدا عفوا ماذا قوتنك إيش حد يخو زيادة خبر ده إيش يعني قوتنك إيش حد درباس كده يا ملك وكان في ظننا أن أحد من الثقلين لن يكذب على الله إذا قهبت تنظن مدى تغمينا مدى ويكج هرد مسا ثقلين جنس جنا لن يكذب على الله هاشا دروات سنة خدين هاكن ولن يفتري عليه افتراء سر خدين هاكل ما ليس بحق تشتي قلنا حق به يعني تزنى مدى هلوبه وفكنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك ومد رابو تصديق واندك أو نسبتا تشتي قل نسبة دان بار خديبا ومثلا نسبتا ولد وصاحبتي وشريك أش خدين تشت كرن ما جي تصديق واتكر حتى تبين لنا بالقرآن حتى قل بليب وظاهر بجمرا شكرب القرآن كذبه وبا استقلينا وبا ضغواتكن وافتراءهم وافتراء السر خديتكن وحاشا بيلكا خديت زارو خديت لنا كذبا يعني قولا كذبا يعني قلت لك يضروب يعني اي مكذوبا فيه قد بي قلت ناخذ افرادك ياجي او نصب نسب المصدر او كذبا يعني منصوبه ومسد نسب الجوب نسب يعني تفسير اول دبيك كشفتي منصوبه كي معذوفه وقولا يعني كذبا يا تفسير النقاب بيش كذب نوعك إيش خوليش أوتوماتيك من مفعول مطلق مالي لأن الكذب نوع من القول شنو كذب تشيا أو جي الشكل كي جبوتنيا إذا بيو من قرأ أن لن تقولا أن لن تقولا إيقو مثلا هالو جي خندنا يعني أب مثلا جلا كذبا نبا أن لن تقولا وضع كذبا وضع تقولا او كذبا اذا خصنا شنا شدا شنا تقولا ندا ولم يجعله صفه يعني او كذبا لا خصنا صفه كما لان التقول لا يكون الا كذبا شنو او قلتنا واقع اجبر خوتيت كن نين الا برا يجبو قولوا يا مسيدا لابد نخصنا الصفه او كذبا وانه كان رجال من إن الإنس يعودون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه محق هبو هنك زلاميش إنسانا يعودون حفظا خد كرن لرجال من الجن بهنك زلاميش جنا مثل حوارت كرن وقاضي كرن وقم محافظة بك إذا فزادوهم أبقى ذكرنا إنسانا جبال جنابا ودبور ما خلاص كن ديار دماما ورين فزادوهم رهقا إذا أبل نباشي أوان كفر أوان كبر أوان دها بيتر زيدا كده
وأنهم هبون أفجنها لا ظنوا ظنت كرن كما ظننتم بيتشاو أهل مكة ظنت كرن أن لن يبعث الله أحدا يقول خدي تعالى كسكي بيخنبري ناشيني والرهقو رهق تيا غشيان المحارمي قدنا با حرامي دا إنسان ونضاد به والمعنى معنى سيدا نا غشيان المحارمي أنا عبور إلشتيا بزنيا بمحارم ها أوصى يا عمان غشيان زنا يا مالا مالا غشيان المحارمي يا يعني قو بي سي تي بخد يخبكي يعني بمحرمة خرا محرمة خرا محرمة خرا بي سي تي بكي مالا والمعنى معنى أن الإنس باستعاذتهم بهم قو إنسانا استعاذة خو حفظة خو تكرم بفاجنا زادوهم زيدك كبرا كبرا بانجنا وكفرا وكفرا وزيدك شو قو دنك دي شو أنا كد قو دي مكي بقى مشتكي وذلك أن الرجل من العربي دبي أب مثال أبو لايها حاله شيدو دبي زلام جعربة كان إذا أمسى في وادل دبي وقت يقول مثلا دقريات كتا نوالا كده فقط سيدا مري أو غشيال المحارمي سنكن معناك تاكو دها شيدر بو هم على الشكل وانا قوتن سيدا تخوزي أدار غنبوي معناي معناي إيه معناي أحمد دفيدا دفيدا سيدا دفيدا بلكي وي معناي نيا مگو تو چما تخمینی خبر دی؟ چوا سیدا؟ تو چما تخمینی خبر دی؟ سیدا دبردا دبه تخمینی نا بجم سیدا ای که چوا معنات که با ترکی؟ یا نمینه نه؟ دبه حرام لارن سرب سرمالاماسی دمک بیر سیدا های بود نبا حرام بود نبیه والا گرن نبصاله سيدا مثلا شو علاقة هي مثلا غشيان المحارمين أصلي أصلي الرهاق إذا أنا شو تدرخن دستوز لك إذا نانا طعام أصلي الرهاق بلك يصاب أما دفر دا سيدا شو إيكو أبيا السوز لك معنوية لغة معنوية الرهاق دقرا يعني قلتي الرهاق أوي دقرا إيكو ونهار أز ليبنر ونهار ونمعنى وذلك أن الرجل من العربي دبي زلام جعربة كان إذا أمسى في وادن قفر بوقت نوالك ولو بالادا لبيبان إيباد وبعد مسائره دهنك تشلدني خدا وخف على نفسه ويسر نفسه بالترسيا قالت قلت أعوذ بسيد هذا الوادي أز حفظة خدكم بمظنة بين نوالها ناكي يعني وكي من سفهاء قومه جيتشي جي أحمق قومي بين نوالي سيدا دبي ور يعني الأصلي غشيان الشيء تخص بما يعرض من الكبر أو الضلال أبياجي محاسن القرآن من الرهيقة من الرهيقة غشي المآسمة غشي المآسمة وفي التنزيل فزادوهم رهقا يعني بوي معنى دقلها وباشا معنى غشية المعاصمة سيدة معاصم بمعنى قنية لا بمعنى زينية محارم جانبية حرام ومعنى اتيكم دبيجن فقط محارم دبكو يعني سيدة دبيدة آيات اشخو آيات او قنابة وأنه كان رجال من الإنس يعوزون برجل من الجن فزادوهم رهقا إيه دبكو يعني معنى غشي المعاصمة ركب الشر والظلمة ثم إتيانا محارمة يعني 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 أو خشة يعني كو محارم بمعنى حرام به وسيد قلبني رهق غشي المعاصمة ركب الشر والظلمة تمام سيدا بوي معنى معنى كواكود آيات دا منطقسيست يعني فاشية خوش خوش تمام خوش خوش تمام تمام بلي يعني يريد الجنة وكبيرهم مقصدا واناك قو استعاذاخو مظنبين نوالي تكرن وتقو السفهاء قومي و مقصدا واجن وكبيرهم مظنبينهم إذا فإذا سمعوا بذلك بوقت الجناجي أبقوتنا إنسانا ساتكر استكبروا ومظن ذكرن وقال قوت سدنا الجن والإنس أنبونا مظنية جن وإنسانا
فذلك رهقهم أبو كبرا وناكي ونقو نقبنا وناكي ونضابنا ونبحر ميدا أجي أو فزاد هو الإنس رهقا يعني زيدتك الجنة مثلا الإنس يا إنسان رهقا قودها بيتر مثلا خراب دبون حرامي دكرن شو بإغوائهم قوبيجنا أو ناكي تخافاندن دغراندن وإضلالهم ودبرنا ضلالته شما لإستعاذتهم بهم جبوكو إنسانا استعاذة خب جناد كر يقول ما محافظة بكن إذا جبوه يكي دها بيتر دغريان أب إنسان دها بيتر دكتنا ضلالتي دم وأوجي بخبه ما زند كرن وأنهم أي وأن الإنسا قو إنسان جي ظنوا تغمين كرن كما ظننتم بيشاوى أهل مكيه مشركي مكيه زند كرن وهم من كلام الجن يعني أب وأنهم بوش كلامي جناية يقوله بعضهم لبعض بوجنا جنكا ردقوت مثلا بقوتنا واناكي بوش هب ردقوتين وقيل الآيتين الآيتان من جملة الوحي قوتين الله بهدو آيات جي مثلا جي آياتي جملة جي وحينا يعني نقل جي كلامي جنانا والضمير في وأنهم ظنوا للجني يا بيشي ضميري راجعي بالجنابي والخطاب في ظننتون لكفار قريشين وخطاب ظننتم يجي ببال كافر قريشيه بهم ما نبا سيدنا بس سيد الله تبي دمنه